لا، ممكن يكون الطير حامل لمرض بكتيري او مرض فيروسي بيعمل كده. طب ازاي بيعمل كده مرض الفيروسي او مرض البكتيري؟ هقول لك، لو بكتيريا السالمونيلا، لو بكتيريا السالمونيلا موجوده في الطيور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من قناتكم قناة طبيب الطيور ابراهيم زياد، احييكم جميعا كل المشتركين المحترمين. عاملين يا جماعة، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم النهاردة بفيديو جديد، وهنكمل سلسلة امراض الطيور وامراض الحمام. وهنتكلم النهاردة عن اسباب البيضة اللينة وارتباطها بالامراض الفيروسية. مشاكل البيضة اللينة او القشرة الضعيفة بتاعت البيضة دي طبعا مش سببها الرئيسي نقص كالسيوم، مش شرط خالص. البيضة اللينة او القشرة اللينة ليها اسباب تانية كتير، ممكن تكون اسباب امراض فيروسية، ممكن تكون اسباب امراض بكتيرية. تمام؟ قبل ما ندخل في الحلقة، أو أول مرة بتشوف القناة، انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة واعمل لايك للفيديو. وبعد ما تسمع الفيديو، لو عجبك يا سيدي الفيديو، شير الفيديو وخلي غيرك يستفيد، ينوبك ثواب. يلا بينا ندخل في الموضوع عشان ما نطولش. يلا بينا. أسباب القشرة اللينة أو البيضة اللينة يا جماعة، اسباب البيضة اللينة مش شرط نقص كالسيوم ونقص املاح والكلام اللي كل الناس عمالة تتكلم فيه، المنتديات والجروبات على الفيسبوك، ان اي حد بينزل سؤال البيضة اللينة ادي كالسيوم ادي املاح ادي كالسيوم ادي املاح. لا، ممكن يكون الطير حامل لمرض بكتيري او مرض فيروسي بيعمل كده. طب ازاي بيعمل كده مرض الفيروس او مرض البكتيري؟ هقول لك، لو بكتيريا السالمونيلا موجودة في الطيور او موجوده في الحمام عندك ومش ظاهر عليها اعراض، ممكن تعمل القشره اللينه دي. ايوه، ممكن تعمل القشره اللينه دي بنسبه 100%. ايه تاني طيب ممكن يعمل القشره اللينه دي؟ ممكن يكون مرض فيروسي، ممكن يكون نيوكاسل ممكن يعمل البيضه اللينه دي. يعني ممكن يعمل البيضه اللينه. نعم والف نعم. فلازم يا جماعه، قبل ما ندي علاج لاي حد او نقول له خد العلاج ده، يعني يكون في حته العقلانيه شويه، ان احنا نفهم الاول الاعراض اللي موجوده ايه، ونشوف الاول هل ده مرتبط بمرض بكتيري ولا مرتبط بمرض فيروسي. ولازم نشخص كويس عشان خاطر ما نضرش طيور حد، وما نضلش حد، عشان خاطر في ناس مش فاهمه خالص في مجال تربيه الطيور، واول مره داخله في الموضوع وبتاخد منك الكلام كلام نهائي، وبتروح بتنفذه وبتجيب العلاج وبتدي العلاج حتى لو في غلط. تمام؟ قلنا اسباب البيضة اللينة عشان خاطر الناس اللي عاوزه تفهم اسباب البيضة اللينة، عشان الناس اللي عاوزه تفهم ايه الاسباب. مش شرط نقص كالسيوم بس، ما بين احتمالات عده. ايه الاحتمالات الاخرى؟ الاحتمالات الاخرى ممكن يكون مرض بكتيري او بكتيريا السالمونيلا، دي موجوده في الطيور داخليا، فبتاثر على العنقود وبتاثر على الرحم والتبويض بتاع الانثى. فعملية تكوين البيضة حتى الخروج بتتمش بشكل كامل، أو ما بتتمش بشكل متزن 100% بسبب المرض البكتيري اللي موجود، فالقشرة بتطلع زي ما احنا شايفين. فلازم يا جماعة، فلازم كل فترة ما تقلش عن مثلا 30 يوم ندي جرعة مضاد حيوي او مضاد بكتيري للطيور كلها اللي عندنا، وبرضو ندي جرعة مضاد فيروسي للطيور كلها. وطبعا لازم رافع مناعة باستمرار، وهنلاقي فيديوهات كتيرة جدا هسيب لكم فيديو في علامة الاي اللي فوق. الفيديو ده بيتكلم على الامراض الفيروسية والامراض البكتيرية. برضو نشوف الفيديو ونحاول نطبق العلاج اللي فيه. طول ما احنا بنعالج الطيور اللي عندنا كويس، او الحمام بنعالجه كويس وامعائه كويسة، والحمام
والحمام ما عندوش امراض بكتيريه ولا امراض فيروسيه، الحمام صحته سليمه 100%، الحمام هينتج معانا بشكل كامل. وكده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفنا، كومنت حلو، اعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. واشوفكم الفيديو القادم، والى اللقاء.